اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اوتو بلس. لو مازالكم متبربه لريديوم هذه فيرما كولتوريل باش نجربوا كهربه جديده اللي وصلت السوق التونسيه. جربناها في حلقه سابقه هي اخر سيتروين سي 4 كاكتوس باش نجربوها في الثانيه هوني بلاصه مزيانه برشا مع الفريد الحصان هذا نتاعنا. ما نطولش عليكم هذا شعلنا اليوم في اوتو بلس. الو سيتروين سي 4 كاكتوس الموديل اللي باش نجربو اليوم، اما مانيش باش نجربو وحدي كما تنجمو تشوفو موجودين زوز كراب عندنا ضيف اليوم في اوتو بلس، دونك حلقه خاصه. نذكركم زادا للسيتروين هذه جربتها في اول حلقه نتاع اوتو بلس في امستردام. كهرباء عجبتني برشا في الشكل نتاعها، ديزاين شخصيه قويه متغيره على الموديلات الاخرين. نلقاو نغاردو سول عاليه، سي ان كروس اوفر ان تي اس في ضو جويد برشا هوني، وخاصه لير بومب لينوفاسيون الكبيره نتاع سيتروين. وكانت دونك الكود كور نتاعي لي بيرسوناليزاسيون موجودين برشا في لي جونت، الالوان نتاع لي ريتروفيزور، لي بومب زاده ولا لي كاروسري، دونك برشا خيارات في الموديلات. وما عجبتنيش كان انا خاطر في العالم اجمع السي 4 كاكتوس لقات نجاح كبير وتحصلت على اكثر من 30 جائزه منهم فواتور دو لاني في برشا بلدان اوروبيه. الخاصيه نتاع الكهرباء هذه هي بالطبيعة موجوده هوني على البيبان، هي الاير بامب. شنو هما الاير بامب؟ الاير بامب هي تكنولوجيا جديده بصنيتها سيتروين، هي الكعبر هذم اللي معبين بالهواء واللي يصلحوا باش يستحفظوا على الكهرباء خاصة في لي شوك الصغار ولا سنيسة خايبة اللي موجودة برشا في تونس في حالين البيبان كي يضربوا على باب الكهرباء. والحاجة باهية في الاير بامب اللي نجموا يتبدلوا ونبدلوا من الألوان، زادة عندنا الحق في أربع ألوان. ورغم اللي الكهرباء ماهيش صغيرة الكاكتوس خفيفة برشا أقل من تورناتا، ان روكور في الكاتيجوري، استعمل الألومنيوم وخدمة كبيرة من عند المهندسين سيتروين، من غير ما ننساو الستابيليتي والسيكوريتي في سوقنا. الزربان هذو موجودين من القدام ومن تلي الكهرباء، دونك كيما فهمتوا برشا ابتكار في السي 4 كاكتوس هذي، اما ما شفتوا شيء الاكثريه منهم موجودين من الداخل. تابعوني من الداخل، كل شيء ديجيتال نوميريك. دايوغ ما نلقاو حتى فلسر في البلونش دو بور، نتحكموا في الكليماتيزاسيون من ليكرون تاكتيل، لورديناتور دو بور زاد الراديو سي دي. حاجه اخرى جديده اول مره نلقاوها على الكهرباء بلاصه الايرباك باساجي، ماهاش موجوده هوني، نلقاوها هوني في سقف الكهرباء. نرفعوا دونك برشا بواف بواتاغون اللي ترفع برشا، كل في شكل بلونش دو بور اللي متغيره على الكهرباء الاخرين كيما لي بواني دو بورت مثلا، اللي تقول دي بواني دو بورت تاع فليج. رغم التالي بوم نلقاوش برشا فضاء للساقين، غاردو توا موجوده تبقى في الموين نتاع الكاتيجوري. اما النقطه السلبيه اللي موجوده في السيتروين سي 4 كاكتوس ما عنديش كان دي بوين بوزيتيف، هي في الجبيبك التيلانين مستحيل باش يتحلوا دوبلاش بالسيستم هذا. بوم بفضل السيستم هذا المهندسين نتاع سيتروين ربحوا 7 كيلو على كل شباك، كما قلنا لكم كهرباء خفيفه برشا. دار سيتروين لاحظوا اللي قليل الجبيبك التيلانين يتحلوا خاصة بالكليماتيزاسيون اللي موجودة على لي فيرسيون الكل نتاع السي 4 كاكتوس. يخليني خفيف وبسيط ونحسوه واسع من القدام بالبلونش دو بور المستوية وحتى من الفينيسيون باهية. توا نتعداو للغوبورتاج اوتو بلس مع شال ونرجعو لليسي نتاع السيتروين سي 4 كاكتوس مع ياسين ترابلسي. ياسين Trabelsi, 25 ans, athlète professionnel en taekwondo, 10 fois champion de Tunisie, champion d'Europe du club, médaille d'or le point de Suisse, médaille de bronze championnat du monde Mexique, médaille d'or championnat d'Arabe 2015. L'objectif était les Jeux Olympiques Rio 2016.
قبلوا لسيم تاع السي 4 كاكتوس هذا مع ضيفنا اليوم في اوتو بلس ان شامبيون شامبيون تاع تايكواندو شامبيون سيتروان ياسين ترابلسي مرحبا بك في اوتو بلس ياسين قبل ما نبداو حبيتك تعطيني رايك على السي 4 كاكتوس هذه في الديزاين نتاعها شنو اللي عجبك تنجم تقول لنا اللي ما عجبكش زاد كان فما حاجه ما عجبتكش عجبتني صدري في الكولور نتاعها اغريسيف شويه كي نشوفوا زاد لي زربان بحاجه جديده في تونس ما عندناش كي نشوفوا زاد عاليه شويه في الكياسات نتاعنا في تونس فوالا حتى في لي كولور معناها نتاعها اللي معناها ديفيرونس في لي كولور بيرسوناليزي معناها اكثر دونك بصفة عامة ياسين الشكل البراني نتاعها عجبك والديزاين نتاعها ناجح الديزاين حلو برشا فما لي كولور اغريسيف حتى من داخل لي كونتور ديجيتال وكل شيء من داخل عجبتك زادا من داخل عجبتني شنو اللي عجبك فيها معناها بحكم انا سبورتيف باغ اكزومبل نجم معناها نحط فيها حوايجي نتاع سبور فما ديز اسباس هنا عندنا ديز اسباس وسي في الباب في لي رونجمون وكل شيء البوتاغون والسيستم ترفع برشا والسيستم زاد الداخل كله ديجيتال وكل شيء نيميريك يعجبك عاد معرفك مغروم بالتكنولوجيا سي انا لي جون الكل تاع في تونس مغرومين بالتكنولوجيا وانا معناها بيرسونيلمون مغروم برشا بالتكنولوجيا اوكي ياسين يعطيك الصحة في التفسير نتاعك وعلي وقايد باش نجربوها نجربوها ليتس جو ليتس جو Citroën C4 Cactus EV a un moteur 1.2 il a un 289 Zayla chaque fois moteur dans la catégorie moteur faible il n'a jamais eu le barça menes a mal carabach fifa barça al moteur net a un record dans la catégorie donc ils asient amplement زيد الجارد سول العالي كي ما شفتوا النجم نتاع بيو وين نحبوا هوني في السينما نتاع تبربا رغم اللي الموتور نتاعها مش قوي برشا زازنا هوني باش ناخذوا متعه في السوق معاش باش نحكي لكم على السسبنسيون سيتروان اللي ديما متميزة وكيف الكهرباء الديريكسيون خفيفة تسهل لي مانوفر زيد على هذا الكاميرا دو ركول اللي موجودة دو سيري سيتروان عرفت تبدل الديزاين اوتوموبيل للكروس اوفر نتاعها لوك نتاعو يعجب في العالم اجمع وزيد على هذا الكل اهم حاجة السوم السي 4 كاكتوس تتباع ب 44 مليون و 950 دينار من احسن سوم في الكاتيجوري خاصة بالوبسيونات اللي عندها التكنولوجيا والابتكار اللي موجود في الكهرباء هذي فوالا الحلقة هذه وفات هوني في تبربا في ليغيديوم نشكرو من استقبلونا نشكرو زادا برشا ياسين ترابلسي الشامبيون سيتروان شامبيون دو تايكواندو وحنا نتلاقاو كي العادة نفس الوقت نفس القناة ولا على سيت انترنت نتاعنا الحوار كونسي.com انا عجبني اللون هذا الاحمر والقريم شراح بها سالو ايه يا معلم هادي كرهبتي هادي اش تعمل هادي وين طالع شنو هي كرهبتي هادي كرهبتي عليه تحب تهز وخذيت البيض هادي لا هادي نتاعي تحب تهز هذه هز هذه لا انا عجبني اللون هذا لا مازلت كتفاهم لا لا ما تساعدنيش كرهبتي خليني نفضوها نفضوها اخو اعطيني بالله سمحت اعطيني كسر هذه تهز ثبت هذه تاريخ